من أرض الرسالات ومحبط الديانات أرحب بكم مشاهدينا في حلقة جديدة ومميزة من برنامجكم حكاية مقدسية. كما عودناكم أن نقدم لكم قصصا فريدة لمقدسيين، سنخصص حكايتنا الأولى للحديث عن الأخطاء الطبية وما تعرض له طفل أثناء الولادة جعله جليس كرسي متحرك. أما في حكايتنا الثانية سنتعرف على معلمة ابتكرت أساليب جديدة لمساعدة الأطفال ممن يعانون من صعوبات في التعلم. دعونا مشاهدينا نتعرف على ضيوفي بعد فاصل قصير. عن الأخطاء الطبية التي قد تدمر حياة الإنسان ستكون فقرتنا في هذه الحلقة، وتحديداً عن أم تعرضت أثناء ولادتها لطفلها لخطأ طبي ما تسبب له بإعاقة حركية دائمة. كانت هذه الحكاية مشاهدينا قبل 17 عاماً، واليوم يسرنا أن نرحب بالطفل صاحب الإرادة القوية محسن الكركي وأم محسن. أهلاً. أهلاً. في البداية أم محسن، لو بتحكي لنا شو صار مع محسن لحظة ولادته؟ أنا كنت حامل 3 أطفال بالشهر الرابع، يعني وقفوا دقات القلب عند الطفل الثالث، وبحالة الولادة إني رحت لهم قبل بيومين من الولادة، وكان الوضع إنه في عندي حالة ولادة، وضلهم يستنوا علي. وقف المونيتور عند الساعة 4 باليوم الثاني عن محسن، لأنه كان قاعد يقعد وشكله بدأ ينقص عنده الأكسجين. بضلهم يستنوا عبين ما اجى دكتور مسؤول عن الولاده، يعني تبع القسم نفسه الكبير. وساعتها لما اجى يولدوني لهم المفروض انهم يعملوا لي عمليه قيصريه، مع هذا كله انهم استنوا علي، ضلهم يستنوا يعطوني طال اصطناع ويستنوا علي. عاليه حرارتي ارتفعت ل 42، صار وضعي خطر، صار الدكاترة يتراقبوا كيف بدهم يسووا شو بدهم يعملوا. قاموا لهم ابن الأولاني اللي هو عبد الرحمن سحبوه طبيعي من راسه، ومحسن قاعد يقعد، صاروا يسحبوه من إجري ويهزوا فيه. بعدين حطوه على رف، يعني حطوه على رف إنه الولد ما فيش فيه تنفس أو إنه ميت يعني لا سمح الله. وصارت أختي تقول لهم طب وين الولد الثاني؟ أنتم محضرين سريرين لتنين، وين الثاني؟ قالوا لها هيو برا. بعد خلصت حالة الولادة وكل إشي قلت لها يا أختي وين ابني بدي أشوفه؟ قال يا أختي بقولوا إنه برا، فكروا إنه يعني بدهم يطلعوا على الحضانة أو على إشي زي هيك. بعد فترة يمكن ساعة ونص من بعد الولادة هو انولد محسن على 11:15 بالليل مساء، بس طلعت اختي بتطلع الا الولد في نفس بسيط يا دوب انه مسموع اذا قربت جنبه، صعوبه بالتنفس، مش قادر يتنفس، فيش اكسجين بجسمه. الا هي بتروح تركض للممرضه الكبيره المسؤوله عنه، اللي صرت تقول لهم الولد بتنفس، تقول لها لا ميت الولد، احنا حطيناه برا انه ميت. قالت لها لا بقول لك انه بتنفس، تعال شوفوا. صاروا يتراقضوا الدكاتره كلهم، حملوا الولد واخذوه على الحضانه، وانا لسه مش فاهمه الوضع، مش عارفه ايش، واختي لسه هي اللي بتتصرف قاعده. مع هذا كله ان صرت اروح لهم على الحضانه عشان ارد على الاولاد، مش بنادوا الام قالوا لي رد الولد هداك واتركي محسن، اتركي، ما كنتش لسه مسميته طبعا. استغربت الولد انه هيك وليش مش راضين يخلوني اقرب عشقته. يعني كان زوجي انه يعني داخل يشوف الاولاد بعد الولاده، بعد ما دخلوهم الحضانه، انه زوجي بيحكي انه شافهم بيعطوه ابره بالعمود الفقري، الابره هي سببت عنده نزيف في الجهاز العصبي، ويعني اثرت على انه بطل يقدر يمشي، حركه فيش حركه. بعمره 5 أيام عملوا له العمليه، وقفوا النزيف. طب خالته انت وقت ايش اكتشفتي انه عنده مشكله؟ اكتشفت اليوم الثالث من ولادته. طلبوا مني ان ادخل للعياده الخارجيه للمستشفى، مع هذا انه دخلت على انهم التنين يعني يعملوا لهم فحص الصفار والاشياء زي هيك. عبد الرحمن خلوه انه عنده صفار نسبه 20، اما هذا الولد ما بنصبوش حاله شاذه زي اكنه او شيء، مش يعني خلص بدنه مستأذ الدكتور منه او ما بعرف، كان في اهمال كبير بالتعامل، اهمال كبير من كل الشقات.
إلا هو قال هذا أنا الولد ما بصيبه، زي نزلت علي زي أكنها صاعقة، إشي مش قادرة أتصور شو اللي بيحكي الطبيب هذا، شو بيحكي مش فاهمة عليه. طلعت أجري لسلفي، تعال مش راضي حكم ابني. لو بقول لي طب طولي روحك يا أختي، استنى استنى مهلك على الأمور. دخل حكم على الدكتور، لو بقول له هذا أو عنده كتلة على العمود الفقري أو نزيف حاد، احتمال يكون وصل للنخاع الشوكي. طب إيش الوضع؟ قال الدكتور الأعصاب اللي موجود في المستشفى هذا إنه مسافر لمدة شهر وبتموت الخلايا بعد 6 ساعات من الولادة، ويمكن نلحق إن نعمل له إيش ويمكن ما نلحقش. سلفي أخذ إجراءات على السريع وطلب منهم، قالوا له على مسؤوليتك، قال لهم ده أنقل لهم أنا عم مستشفى هداسة، ما بدي أضل عندكم. فدخلنا هداسة لهم طلبوا إنه يعملوا له طبقية، ولما دخلنا الطبقية لا بتقول يعني ما استنوش علي على السريع على العملية، وقال أنت أعمل الأوراق وأعمل الإجراءات بعدين، يعني الولد بحالة خطرة بدك تمضي على عمليتين مش عملية، واحتمال يعني انك بدك تتوقع انه الولد يطلع ميت من العمليه. طبعا كمان صدمه، هي يعني صدمتين بنفس بخلال يومين. لما دخل العمليه الحمد لله يعني ساعدوا وقدروا انهم ينقذوا حياته، وقعد في مده العمليه قعدت 16 ساعه كاملين، ما طلعش الدكتور من مره يعني انه يطمن عليه، كان يبعث لي رساله على التليفون انه هي احنا حطينا له بنج بعد 5 ساعات. يعني ضليتك على اعصابك طول هذه الفتره؟ ضليت 16 ساعه واقفه على اجري، ما قعدتش من مره. الحمد لله، لكن خبروكي انه صحته منيحه، ولكن الحمد لله تجاوز مرحله الخطر يعني الحمد لله. ام محسن، اكيد كانت مرحله صعبه بحياتك وصعبه، خاصه انه بعد هذه العمليه خضع لاكثر من 7 عمليات بعدها. نعم، عمل كان عمره 2 سنين عاود وفتحوا له ظهره كله، وبعد ب 2004 2004 فتحوا له ظهره كمان وعملوا له كمان عمليه باجره. كان عنده مشط اجره مزيوح لورا، حطوا له مفصل وعدلوا له اجره، وكمان عده مرات. وعاودوا اخر عمليه عملوا له اياها بعد يعني اللي متذكره تاريخها انه ب 2007 عملوا له عملية، وحاليا هو معرض انه يعمل عملية بس لا الدكتور لسه وضعه انه بتحمل. الحمد لله. لو نحكي مع محسن شوي، كيفك محسن؟ الحمد لله. كيف امورك؟ الحمد لله. محسن، يعني بتعرفنا وتعرف المشاهدين على حالك؟ انا محسن كركي، عمري 17 سنة. انا الي اخو توأم كيف ما حكت امي. بروح على المدرسة اسمها مدرسة الامل في العسوية الصف العاشر. شاطر بمدرستك؟ الحمد لله. الحمد لله. محسن، اكيد سمعت والدتك وكانت يعني طفوله صعبه وعليك وعلى امك اكيد وعلى كل اهلك، لو تحكي لي شو اصعب المواقف اللي مريت فيها بحياتك، وعمرك سمعت حدا ضايقك بكلمه؟ في ناس يعني بيقولوا عني عشاني بزحف سحليه، او بيحكوا عني اني بشعبط بطلع على هيك، بيقولوا لي قرد هيك ده، او لما أمرق من الشارع بسمع الأولاد بيقولوا مسكين هذا قاعد على العربي، بس أنا بطنشهم وبكمل طريقي. كنت دائما أو كنت بأغلب الأوقات تتضايق من هذا الكلام، لكن هلأ خلص؟ الحمد لله هلأ يعني زي أنا مثل العالم الباقي. أنا برأيي يا محسن أنك أحسن من أي حدا تاني وأحسن من كل الناس اللي بيحكوا معك بهذه الطريقة. طبعا محسن، انا سمعت انه عندك عده مواهب وهوايات من السباحه والرسم والخرز. انا لي 4 سنين 3 سنين بسبح برسم، وكنت وانا صغير كمان اسبح من انا وصغير يعني من وانا في الروضه، وبشتغل الخرز يعني لي 5 سنين 4 سنين هيك، ولما اسويهم كنت أبيعهم يا أعطيهم يا أمي. حلو. شو أكتر إشي بتحبه؟ السباحة؟ أكتر إشي السباحة والرسم. طيب محسن، أنا سمعت كمان أنك كتير بتشارك بمشاريع. مشاريع مثل إيش؟ في مشاريع في المدرسة، كنت أشتغل في مشروع الفضاء ومشروع الحيوانات ومشروع
مشروع البنك، كان في بنك، كنت زي موظف في البنك. حلو. كمان عن النبات كنا نزرع، هيك هذا الشيء. بتحب هذه النشاطات؟ وفي نادي القدس في كنت أشارك في ماراثون بيت لحم مرتين، وماراثون جوز وبريحة مرة واحدة. وفي عن البازار احنا غير وهكذا. طيب ام محسن، يعني كيف قدرتي انك تخلي محسن عنده هاي الثقة بالنفس؟ كنت ادور على اي حدا يدلني انه يدعمني، انه لازم محسن يطلع من مش لازم يفكر انه مريض. صرت اشجعه، انت مش عندك نقص يمه، انت ربنا معطيك قدرات تانية غير القدرات اللي معطيها لاخوتك. ما كان يضل يبكي ويقول لي ليش اخوتي بيمشوا انا لا، اقول له هاي نعمه من الله، ربنا اعطاك اشي واخذ اشي تاني. يعني بدك انت تستمر، وبدك تعرف انه في ربنا وقادر يشفيك. ويما اذا في لك امل انك تروق وتشفى، ان شاء الله بتشفى. ومن هذا الباب يعني صرت اضل ادعمه، يعني حسيت انه كمان الكل حرام بتعاون معي في هذا الموضوع. يعني صيده يساعد انه يطلع يجيبه من السياره، اخوته يطلعوا يودوه ايام لما اكون مرضانه. يعني كان في دعم اسري كبير لمحسن. نعم. طيب محسن، لو بدك توجه لنا رساله لكل شخص عنده مشكله صحيه معينه، شو بتقول له؟ ما يفقد الامل، يضل بامن القضاء والقدر، وهذا انه يكون زي يعني ينسى شو اسمه المشكله معه، ويعتبر حاله مثل زي واحد عادي، يعني يشتغل يسوي ايش ما بده عادي. واضح انه والدتك لعبت كثير دور انها تساعدك محسن، صحيح؟ ساعدتني، دربت علي وخلتني انا اصير هيك، يعني بتشكرها وبتقدرها وبحبها انا كثير. الله يخلي لك اياها يا رب. روحي هي. الله يحفظ لك اياها يا رب. خالته، يمكن مشاهدين بتسألوا ليش ما فكرتي انك تحاسبي مرتكب هذا الخطأ الطبي؟ تركته لله تعالى، لانه ما اشي انا ما بقدر اخذ حقي فيه، بتركه لربنا، ربنا هو اولى انه ياخذ لي حقي منه. ويمكن ما كانش قاصد، الله اعلم. بالنهايه هذا ابتلاء من الله واختبار. نعم. لصبري. انا يعني بقول انه هذه مش ابتلاء، هذا نعمه ربنا اعطانا اياها واحنا لازم نحافظ عليها. محسن عن جد نعمه، وهو يمكن النفس اللي انا بتنفسه. كمان انا بستمد قوتي وهيك منه، يعني هو بشجعني وانا بشجعه، عشان هيك مشينا وقدرنا نمشي. انا هذا اللي شايفته وهذا اللي شعرته من خلالكم، انه طاقة محسن منك وطاقتك انت ايضا خدتيها ومستمدتيها من محسن. والله. وكمان في دور لوحدة مهمة كتير بحياتي اللي هي وجدان، ساعدتني كتير. وجدان الفخوري بعتبرها اخت وصديقة، وهي مديرة نادي القدس للاشخاص ذوي الاعاقة. نعم، كتير دعمتني نفسيا ومعنويا، يعني من كل شيء. الله لما يسخر اشخاص حواليك. نعم. يساعدوك، يعني هذا. نعم. كمان نعمه. قلت انها هي يعني عندها هذا يعني نفس ابني وهيك، وهيها قادره تعطي، ليش ما اكون زيها واقدر اشجع نفسي. طيب محسن، يعني شو طموحك؟ شو نفسك تطلع لما تكبر؟ طموحي اني لما اكبر بدي اطلع محامي، ادرس في التوجيه عشان اطلع محامي، شو اسمه، عشان اخذ حقوق امي وحقوق الناس الباقي. ان شاء الله يا محسن، ان شاء الله تحقق كل اللي نفسك فيه وتصير اكبر محامي بالبلد. ان شاء الله. يعني خالته، بدي انهي معك المقابله وتحكي لي كيف قدرت تطوري من قدراته. حسيت انه عنده رغبه انه يطلع من الجو اللي هو فيه وحابب، واشتغلت على هذا الموضوع. كيف وليش؟ تعالي، هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم. بدي اتشكر نادي القدس وجدان فخوري والمدير نادي القدس أبو عباس، وبتشكر كمان المدرسة المدير زاهر حزب الله والمعلمين الباقي ساعدوني كمان. شكرا لكم، شكرا على وجودكم معنا. وطبعا احنا بنشكر كل الطاقم التدريسي بمدرسة الأمل، وبنشكر طبعا الأهل على دعمك وعلى نادي القدس أيضا. شكرا لكم. شكرا، يعطيك العافية. فاصل قصير مشاهدينا الأعزاء، ونعود لإكمال ما تبقى من برنامج حكاية مقدسية. وطني يا جبل الغيم الأزرق، وطني يا قمر الندي والزنبق، يا بيوت اللي بيحبوك.
يحتاج كل طفل مشاهدينا خاصة الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم إلى طرق مبتكرة لتعلم اللغة كتابة وقراءة، وفي هذه الحلقة سنتعرف على معلمة قامت بابتكار حقيبة تعليمية بطريقة ممنهجة ومدروسة. تحتوي هذه الحقيبة على أكثر من 1000 بطاقة تعليمية، والحديث أكثر حول هذا المشروع يسرني أن أرحب بالمعلمة آلاء زحايكة. أهلا وسهلا بك يا آلاء. أهلا فيك وشكرا لك دينا. ألا قبل 3 سنوات بدأت بمشروعك الخاص وهي مبادرة ارتقاء لإنتاج ألعاب ووسائل تعليمية للأطفال بطرق جديدة، لو تحكي لنا عن هذا المشروع. صحيح، ارتقاء هو بلش معي كحلم أو فكرة صغيرة في إنتاج وسائل وألعاب تعليمية للأطفال بطرق مبتكرة ومضامين جديدة. هالحلم إجا بعد تجربة نجاح مع مجموعة من الطلاب المستصعبين اللي كانت هاي تجربة ببدايتي كمعلمة، وهالموضوع اللي حرك فيي انه انا في عندي رغبه لانه انتج اشياء جديده تساعد هدول الطلاب، بالذات الطلاب المستصعبين. وفعلا في اجازه الولاده بلشت اطبق المشروع تاعي على جهاز الحاسوب الخاص فيي، وبعد فتره بلشت اعرض هالفكره على الناس المقربين لإلي، معلمين من الوسط، والحمد لله لقت الفكره استحسان وقبول من الجميع، وهالإشي دعمني وشجعني إني أكمل. والفضل الله العام قدرت أعمل دراسة لمدة سنة كاملة في عدة أطر ومدارس للمنتج اللي هو حقيبة العربية قراءة وكتابة. هذه الحقيبة هي نتاج مبادرتك ارتقاء، يعني لو تشرحي لنا أكثر إيش بتحتوي هذه الحقيبة؟ صحيح، حقيبة العربية قراءة وكتابة هي حقيبة بتحتوي على كل الوسائل والبطاقات التعليمية اللي بيحتاجها المعلم لتعليم هذا الموضوع على مدار العام كامل. فكرة الحقيبة هي قائمة على البطاقات، والبطاقة هي أداة وسيلة ممتعة للطالب للتعلم من خلالها، فأنا من خلال هاي البطاقات بقدر أعلم الكثير من القواعد النحوية والأساسيات باللغة العربية من خلال اللعب. فإذا بتحبي نعرض أكثر إيش محتويات هاي الحقيبة؟ تمام. الحقيبة هي فيها بالبداية في عندنا 28 مغلف لكل حرف من حروف اللغة العربية مغلف، بيحتوي على الحرف، أشكاله، مقاطع الحروف، كلمات على هذه الحروف، بالإضافة إلى أسماءه وأصواته وجملة على هذه الحرف. كله تم دراسته بطريقة تتابعية وممنهجة، بحيث أنه الطالب يربط دائما بين عناصر التعلم من البداية للنهاية. يعني على سبيل المثال إذا بنطلع على المقاطع الطويلة لحروف اللغة العربية، تم اعتماد الشكل المثلث واللون النهدي. أيضا كلمات الحروف هي باللون التي تحتوي على مقطع طويل هي باللون النهدي، فبهذه الطريقة الطالب يربط بين أن هذه الكلمة هي تحتوي على مقطع طويل لهذا الحرف. كذلك بالنسبة فيما يخص المقاطع القصيرة للحروف، تم اعتماد اللون الأخضر، وهذا اللون أيضا كلمات جميع الحروف التي تحتوي على مقاطع قصيرة هي باللون الأخضر. هذا الترابط كمان يكمل مع الطالب في تعليم كثير من المهارات الأخرى. أيضا يوجد عندنا على سبيل المثال مسطرة الحروف، مسطرة الحروف التي يتم اعتماد فيها حرف مع كلمة وشكل. هذه المسطرة تكمل معه في مواضيع أخرى، على سبيل المثال عند تعلم الحروف الشمسية والقمرية تم استخدام نفس أشكال وكلمات مسطرة الحروف. في مرحلة معينة للطالب يلا تعال نفصل هاي الحروف الشمسية عن الحروف القمرية. يعني أكثر إشي بيجذب الطفل هي الألوان. صحيح. ثم الرسومات أيضا. صحيح. أيضا يوجد أي كافة المواضيع اللي ممكن أنها تخلق عند الولد فجوة كمان تم معالجتها وطرحها عن طريق بطاقات توجيهية. يوجد بطاقات للوعي الصوتي، يوجد أيضا كراسة إرشادية للمعلم، ويوجد كراسة الملفات السحرية للطالب. وهذه الأدوات ما بتشكل ضغط على الطفل لتعلم اللغة، بالعكس هي بتكون جاذبة لإله، وهي بتكون محط إنه أنا يلا دايما شو بستنى في هاي الحصة، في عنا اليوم إيش اللعبة، إيش المضمون اللي رح نتعلمه. فممكن أنا أعطي حصة كاملة من دون حتى الولد ما يكتب بيمسك القلم، بس أنا بعلمه مهارات وأساسيات جدا مهمة بالقراءة والكتابة. ألا ليش قررتي إنشاء هذه الحقيبة التعليمية؟ المضبوط كان في عدة دوافع اللي دفعتني لإنتاج لعمل هاي المبادرة. إذا بحكي على صعيد الطالب نفسه، كنت ألاحظ كثير وجود أخطاء بالوسائل التعليمية، أو وجود مشتتات ممكن في الوسيلة التعليمية اللي هي بتشكل مصدر خلينا نقول تشويش للطالب، خصوصا إذا طالب عنده صعوبة معينة. فهذا الموضوع يعني خلاني أفكر إنه ليش ما يكون في إشي ممنهج مدروس أنا أعرض من خلاله البطاقات
بطريقة مدروسة وصحيحة. أما فيما يخص المعلم فأنا أيضا معلمة وبعيش حياة المعلم وبعرف قديش أوقات المعلم بيكون في عنده ضغط في خلال الدوام وخلال السنة الدراسية. فأنا اليوم بقدم له للمعلم هالوسيلة اللي بتوفر عليه كتير وقت وجهد وحتى مال في إعداد وسائل وبطاقات تعليمية، لأنه الإشي هو معاه على طول السنة التعليمية. بالتالي أنت لمستي الحاجة لوجود هيك حقيبة تعليمية، لأنه في أساليب خاطئة يتم اتباعها من قبل معلمين لتعليم الأطفال اللي عندهم صعوبات تعلم أي طفل. صحيح، وخاصة أنه المعلم، مع احترامي لجميع المعلمين، معلم التربية العادية لا يمتلك المهارات الموجودة عند معلم التربية الخاصة، لأنه إحنا عرضة منكشفين هدول الطلاب اللي طرق التقليدية ما جابت نتيجة معهم. فإحنا دائما في بحث مستمر عن أساليب، عن مفاتيح أدوات علاجية للتعامل مع هدول الطلاب. فأنا اليوم دمجت بين التربية العادية والتربية الخاصة في هاي الحقيبة. تالي ألا إحنا هنا نشير للمشاهدين أنه حقيبتك ما بتركز فقط على الأطفال اللي بيعانوا من صعوبات في التعلم، لكن كل الأطفال بمختلف أعمارهم مراحلهم التعليمية. صحيح، يعني هي اليوم ممكن تستخدم هاي كأداة علاجية بوجود الأدوات العلاجية اللي فيها والاستراتيجيات الجديدة مع الطلاب المستصعبين، لكن أيضا هو تعتبر أداة وقائية. إذا أنا اليوم معلمة صف أول أو روضة ممكن أستخدمها لجانب الكتاب الصفي، وتم بناء خطة ممنهجة كيف أنا أستخدم المشروع لجانب الكتاب الصفي، فأنا بضمن أنه هذا الطالب مع انتهاء السنة الدراسية يتأسس بطريقة جدا قوية. ألا يعني هل هناك تجارب ناجحة قمت بتحقيقها؟ صحيح، أنا بالبداية كانت التجارب الشخصية اللي أنا مريت فيها، بعدها السنة اللي فاتت عملت دراسة لمدة سنة مع الطلاب وفي عدة أطر والمعلمين استخدموا هذا المنتج، والحمد لله قدرنا نحصل على نتائج رائعة، خصوصا مع الطلاب اللي عندهم صعوبات مركبة اللي هم بشكله تحدي كتير كبير بالنسبة للمعلم، وقدرنا الحمد لله نتقدم معهم. بس أكيد واجهتي صعوبات وتحديات خلال مشروعك. صحيح، يعني واجهت أنا مضبوط مجموعة من التحديات. إذا بدي أحكي عن مستوى الشخصي بكوني أم وامرأة عاملة، فأنا دائما في عندي لازم أوازن بين عيلتي وبين طموحاتي ومشاريعي، فهاي كمان معادلة دائما تحتاج أني أوازنها. على الصعيد تطبيق المنتج نفسه، اليوم هذا المنتج بتطلب مجهود كبير، تشبيك مع عدة جهات، بالمطبعة نفسها إعداد هذا المنتج بياخد كتير وقت لأنه بيحتوي على كتير تفاصيل اللي بداخله من قص ولصق، كل هاي التفاصيل هي بتاخد وقت من المطبعة في إنتاجها. ألا أكيد مشروعك مش هو الوحيد الموجود وأكيد في مبادرات طلعت كتير، لكن أنا حابة أعرف منك إيش بيميز مشروعك أو حقيبتك التعليمية عن غيرها من المشاريع؟ صحيح، زي ما ذكرت سابقا اليوم في أنا تبنيت مجموعة من النظريات اللي طبقت والحمد لله لقت نتيجة رائعة، فقدرت أبتكر بعض الاستراتيجيات بداخل هذا المنتج بالإضافة إلى أدوات علاجية بسيطة اليوم أنا بمرن الطالب عليها، وبتصير هاي أنا سميتها مفتاح، بتصير زي الطالب مع مفتاح، في أي لحظة بتواجهك مشكلة معينة في مهارة معينة أنا في عندي الأداة اللي بتساعدني. بالإضافة كيف حكينا أنه أنا اليوم بوفر على المعلم، يعني أنا اشتغلت على صعيد الطالب والمعلم بوفر عليه وقت جهد، فهذا إشي بريح المعلم. اليوم معظم المشاريع هي تشتغل على جزئيات معينة، بس اليوم مشروعه بيشتغل على جزئية كاملة من الألف إلى الياء، فهذا أكثر ما يميزه. طبعا هو بوفر جهد ووقت للمعلم وأيضا وقت وجهد للطالب بطبيعة الحال. صحيح. لو تحكي لنا ألا كيف ممكن نطور من هذا المنتج، وأنت شو طموحك لقدام؟ صحيح، اليوم أنا بطمح ومن خلال يعني هالقناة رح أعلن عن المنتج الجديد لإلي اللي هي مجموعة قصصية تفاعلية اللي ابتكرت فيها شخصيات اللي رح ترافق الطالب، هي للأطفال بترافقه من بداية السنة لنهاية السنة، فيها أسئلة فيها تفاعل، الطالب دائما بيكون عنده شغف يسمع معلومات إضافية، يعيش مع الشخصية الرئيسية اللي أنا سميتها أميرة العربية اللي بتعيش مع الطالب وتخليه دائما عنده شغف أني أنا بدي أتعلم المزيد وأكتشف المزيد عن لغتنا العربية الجميلة. طبيعة الحال الطفل ضروري يتأسس في اللغة لأنه هي أهم شيء في تعليمه. صحيح، والتأسيس برافقه لكل المراحل العمرية لاحقا. شكرا لك ألاء، ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح بمشروعك. شكرا لك، وكمان أنا بحب أشكر عيلتي اللي كانت داعمة لإلي، وعيلة زوجي وزوجي بالدرجة الأولى اللي هو دعمني وأولادي، وشكرا لكم. شكرا لك ألاء زحايك سدر على وجودك معنا. شكرا لك. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة، نلتقي بكم الأسبوع المقبل وفي نفس الموعد. كنت معكم في الإعداد والتقديم دينا دعنا، في أمان الله.